قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على نبيه ومن اصطفى، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الأحبة الكرام، حياكم الله، نسعد ونشرف أن نكون في ضيافة شيخنا وحبيبنا وسيدنا الشيخ وجيه الصوي. شرفت ونورت سيدي. ربي يحبك ويرضى عنك ويسعدك ويبارك فيك ويهنيك وجمهور المشاهدين. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. مواقف كثيرة جدا، كان من هذه المواقف موقف أصحاب الأعراف. نعم. ولهم دعوات، ونحن في هذا البرنامج أيها الأحبة الكرام هي وقفات مع الدعوات، ولا سيما دعوات التي وردت في القرآن الكريم سواء للطائعين أو للعاصين أو للمقصرين، فكانت هناك دعوات لأصحاب الأعراف رهيبة أيها الحبيب. عايزين نسمع بس الدعوة. نعم. قول ربنا جل شأنه بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونه بسيماهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله قالوا إن الله حرمهما على الكافرين الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون. الله، جزاكم الله خيرا سيدنا. طبعا الأحبة الكرام، هذا من المواقف المزلزلة في القرآن الكريم، وأتمنى من الله سبحانه وتعالى أن نكون يعني دوما نتذكر هذا المشهد الرهيب في الآخرة. الله عز وجل أدخل أهل الجنة الجنة، وأدخل أهل النار النار، وجعل بينهما حجابا. خلاص الأمر انتهى، أصحاب الجنة في جنتهم يتنعمون، وأصحاب النار في العذاب يتعذبون. أمر صعب جدا، لكن المشهد المزلزل هم أصحاب الأعراف طبعا، وبينهما حجاب. نعم، بين أهل الجنة وبين أهل النار. وضرب بينهم بسور، بين أهل الجنة وبين أهل النار الحجاب اللي هو الأعراف. نعم، جبل عالي جدا. نعم، وعليه أصحاب الأعراف في كلام المفسرين أنهم الذين استوت سيئاتهم وحسناتهم. نعم، فأصبحت العملية ما فيش حسنة زيادة تسمح لي أن يدخل جنة، وهذا أمر مرعب. من أغرب يا سيدنا ما قرأت في تفسير الأعراف أن من الأعراف وناس خرجوا للجهاد صحيح في سبيل الله جل وعلا دون أن يسترضوا والديه. يعني إذا يعني وصلوا خارجين لقمة الأعمال الصالحة، ولكن إيه فاتهم واجب عظيم جدا هو استرضاء الوالدين، فكأنه يجاهد
وهو نعم. عاق نعم. نعم. فالعملية أصبحت صعبة فله جدا. في الجنة وله في النار صحيح نعم. ولو استوت الحسنات والسيئات يا سيدنا معناها أنها رسالة خطيرة جدا لكل واحد فينا نعم. أنك في مسيس الحاجة الآن إلى حسنة من الحسنات نعم. حسنة من الحسنات خطوات إلى بيت الله عز وجل نعم. ترفعك درجة يعني الواجب أن أنا لا أضيع وقتي أن أنا أنشغل بذكر الله جل وعلا صحيح سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر الباقيات الصالحات غراس الجنة أحب الكلام إلى الله جل وعلا أنا أعمر الأوقات دائما بذكر الله جل وعلا بالصلاة بالصيام بكل ما أستطيع ولا سيما باب الذكر سيدنا نعم نعم كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان نعم. في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله سهل جدا عبادة سهلة جدا الصدقة يا سيدنا اللي لو يعني لو كان للموت أن يعودوا فيتقرب إلى الله جل وعلا لتصدق أمان نعم ربي لولا أخرت يعني التأخير ده فأصدق لم يقل نعم. فأصلي نعم. أو فأصوم نعم. أو فأحج لما رأوا من فضل الصدقة نعم تلاوة القرآن تلاوة نعم. القرآن سواء سماعا أو تلاوة أو نعم. الحرف بحسنة نعم. والحسنة بعشر أمثالها نعم. لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف ونحن والعبد بيترقى بقى من منزلة إلى منزلة صحيح. إنه ممكن يعمل ويجود العمل نعم. يعني في ناس بتصوم وفي ناس بتجود الصيام نعم. في ناس بتصوم مثلا صيام العوام وفي ناس لا بتصوم صيام الخواص نعم. وناس ثانية تصوم خواص الخواص مش نعم. مجرد امتناع عن الطعام والشراب لا ده هم امتناع عن الطعام والشراب وعن كل ما نهى الله جل وعلا عنه وناس تانية صمت عن كل شيء إلا الله جل وعلا نعم. فكان يوم فطرهم يوم عيدهم الأكبر يوم لقياهم بربهم سبحانه نعم. وتعالى نعم. نعم. إذن الإنسان ربما يندم ندم شديد جدا ها؟ نعم. لما يرى الأيام مرت من بين يديه قضاها في ذا قضاها في الإسم نعم. وفي الذنب بدل ما أن كان يشغل نفسه بالخير نعم. شغل نفسه بالشر نعم. وهذا من أخطر الأبواب ما دمت قد تركت نفسك دون أن تشغلها بالخير لا محال أنها سوف تشغلك بالباطل لكن أنت اشحن يومك كاملا نعم. قدر إمكان ودي نصيحة لنا ولكم أسأل الله أن يعيننا وإياكم عليها كل ما شغلت نفسك الأربعة وعشرين ساعة وأنت مشغول في أعمال الخير صلة رحم بر مذاكرة نشاط تعليم نعم. دعوة عمل في الحياة إبداع ابتكار شيخنا عاوزين نعم. دايما يعني وإحنا بنقرأ سورة الأعراف نعم. عاوزين نقول إيه الصورة بتاعت الناس اللي واقفين على حسنة أمال الصورة بتاعت نعم. الناس المشهد اللي بيوصف الناس اللي واقفين على حسنة الله زي واحد مثلا يا سيدنا كان إيه جايب مثلا إيه 96.8% وده كان الطب واخد إيه واخد من 9%. تخيل كيف ستكون حسرته أمال إن وفاته الكلية اللي كان بيرنو إليها وكان مموت نفسه وأسرته نفسها أن يصل لهذا المكان فاته على 1/10 نصيب من الدنيا للأسف ده ممكن يحسن ممكن يعيد السنة ممكن يعدل أحوال معينة ولكن في الآخرة ليس ثمة إيه تعديل ولا تحسين نعم نعم الآية يا سيدنا في سياقها ها وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم الله. عارفين سيما أهل الجنة وسيما أهل النار الوجوه النيرة لأهل نعم. الجنة والوجوه القبيحة لأهل النار بينين نعم. ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم يا بختكم سلمتم لو لاحظ كده سيدنا هم اللي نادوا وسلام عليكم نعم لأنهم كانوا يعرفونهم لكن كانوا ناس صناعية حسنات برضه لما جاء عند أهل النار قال وإذا صرفت ما كانوش عاوزين يبصوا بصرفت أبصارهم مبني نعم. لمن لم يسمى فاعله صحيح وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا نعم. يا رب لا يا رب مش عاوزين نبقى مع دول يا رب نعم. قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين نعم 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 ودي الدعوة لابد أن احنا ندعيها دايما نعم. ربنا سبحانه وتعالى في الدنيا لا يجعلنا مع القوم الظالمين حتى لا نكون يوم القيامة الله. مع القوم الظالمين الذين يفجرون ويكذبون ويقتلون نعم. والذين يعني يغتابون وينمون لا يكون الإنسان مع أمثال هؤلاء حتى لا يكون معه نعم. جزاك الله خيرا شيخنا على هذه النفحات والإشارات الطيبات المباركات جزاكم الله خير الجزاء وإياكم سيدي الأحبة الكرام إذا أنت لم ترحل بزاد من التقى وأبصرت بعد الموت من قد تزود ندمت على ألا تكون كمثله وأنك لم ترصد كما كان أرصد أسأل الله عز وجل أن يعيننا على ذكره وعلى طاعته وعلى بره وأن يكرمنا بالحسنات حتى نلقاه جزاكم الله خير الجزاء قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي
فغفر له إنه هو الغفور الرحيم.